يعني دلوقتي بقى هيكون معانا زي ما احنا بنقول كده مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه، نجم المباراه، كابتن حمدي الصافي طبعا، يعني المدير الفني لفتيات الذهب. كابتن حمدي، يمكن انا عارفه ان انت كنت مضغوط جدا الفتره اللي فاتت، ما كانش دوري سهل ابدا، النهائي كان صعب جدا جدا، اول مباراه لم نوفق فيها، تاني مباراه قدرت ان انت الحقيقه تسيطر على مجريات الامور، النهارده برده كان الماتش صعب قوي، تقول ايه عن البطوله؟ اكيد بطوله غاليه خاصه ان هي صعبه جدا. لا، من اقوى البطولات. انا اشتغلت مع الفرقه دي تقريبا تاسع موسم ليا، من اقوى البطولات اللي انا فزتها مع النادي هي، وفي بطوله افريقيه في تونس من جبناها من قلب تونس، البطولتين دول يعتبر اقوى بطولتين كسبناهم. يعني الحقيقه البطوله دي مش فولي بس، البطوله ديت ليها يعني رسائل كتير، رسائل كتير. كارينا اوكاسي وديانا رايس طبعا، يعني المحترفتين اكيد بيقولوا ده بس الافضل فعلا. يا كابتن حمدي، النهارده شفنا تحيه كبيره جدا من فتيات الذهب ليك بكل صوت عالي، والحقيقه من قلبهم النهارده كانوا بيهتفوا باسم حمدي الصافي. تقول لهم ايه؟ تعبتوا انتوا الاثنين مع بعض في النهائي ده، تقول لهم ايه النهارده بعد ما احتفوا بيك بالشكل ده؟ لعبات رجاله جدا، يعني رجاله بمواصفات رجاله فعلا، تعرضوا لظروف قاسيه جدا السنه دي، يعني كل الناس عارفاها مش هتكلم فيها تاني، بس ظروف صعبه جدا. عشان نظبط التيم تاني ونقدر نرجع ونكسب بطوله قويه زي دي كان محتاج مجهود جدا مننا، لدرجه ان احنا في رمضان كنا بنتمرن صبح وبعد الظهر قبل الفطار وبعد الفطار، فكان مجهود كبير عليهم، والبنات كانوا قد التحدي. بنات اثبتوا ان هم رجاله الحمد لله، الحمد لله، واظهروا مستوى رائع بالذات في المباراه الثالثه ديت. الحمد لله هم وعدوني يوم الماتش ان احنا هنقاتل ومش هنسيب البطوله عشان جمهور الاهلي. احنا بنهدي البطوله دي لجمهور الاهلي لانه متعود ان فتيات الذهب هم دول فتيات الذهب للنادي الاهلي، الاسم الاصلي فتيات الذهب النادي الاهلي. الاخطاء يا كابتن حمدي اللي حصلت في جيم 1 في البيست اوف 3، اهم التعليمات الانستراكشنز اديتها لهم علشان نقدر ان احنا نحصل على الدوري او درع الدوري 39؟ اشتغلنا على الفيديو بتاع الماتش الاولاني، درسنا كل حاجه فيه، كل الاخطاء. اللعيبه اتفرجت كتير قوي، وكل واحده لوحديها شافت اخطائها واشتغلنا معاها. يعني الشغل طبعا عشان كان رمضان كان صعب جدا والماتشات متاخره ان احنا نتمرن، بس كان في شغل نظر كتير قوي في الفيديو وكده، والحمد لله اللاعبات استجابوا. الماتش الثاني ابتدوا يطبقوا كتير من اللي احنا قلناه، وابتدوا يستغلوا القوه اللي عندهم. الماتش الثالث الحمد لله يعني كنا في سيطره شبه كامله على المباراه، بعض الاخطاء في الشوط الثالث بس ادت الى ضياع الشوط الثالث، وكنا ممكن نخلص ثلاث اشواط نظيفه. يعني كابتن الخطيب وعدد من اعضاء مجلس الاداره، لفته كويسه جدا ان هو يكون موجود جنبكم النهارده في يعني التتويج بالدوري 39، تقول له ايه؟ خاصه ان احنا شفنا لفتات حلوه جدا ما بينه وبين اللاعبات، ما بينك وما بينه، تقول له ايه وقال لك ايه بعد التتويج؟ بصي، انا بهدله بجد، ناس محترمه جدا، مجلس اداره النادي الاهلي. بعد الجيم 1 وخسرنا كلموني كلهم، وكابتن عمرو وكابتن خطيب وكل الناس، وكابتن خالد ما سابناش لحظه من جيم 1 معانا على الفطار والسحور وفي كل وقت. يعني الحقيقه ناس محترمه جدا، دعمونا جدا ووصلوا لنا رساله ان احنا بنثق فيكم جدا وعارفين ان امكانياتكم وعارفين ان انتوا هتجيبوا البطوله، وده اللي حصل فعلا. ووجهوا لي رساله وصلها للعيبه، وصلتها للعيبه، اللعيبه اشتغلت بجد جدا لما حست بدعم النادي ليها، حتى حسينا بدعم جمهور الاهلي لينا في على السوشيال ميديا ان هم بيدعمونا وان هم ورانا عشان نجيب البطوله. كل ده اثر علينا، والحمد لله البنات كانوا رجاله وادوا اللي عليهم. كابتن حمدي، كاس مصر خلاص اقل من 10 ايام التحضيرات، خاصه ان هو برضو امام الزمالك، فاكيد هتكون مباريات صعبه. لازم نشم نفسنا يومين كده بس من المجهود، لاعبين ثلاثة جيم جامدين جدا في ثلاث ايام، صعب جدا يعني. فلازم هيحصل بعد اجازه العيد ان شاء الله يومين يحصل ريكفري شويه، يحصل شويه تجميعه في الجيم، نجمع الباور بتاعنا تاني ونبتدي نشتغل بقى ان شاء الله الماتش الزمالك الجاي في الكاس ان شاء الله. الف مبروك مره تانيه يا كابتن. شكرا شكرا.